واتس اب لا ميا فاميليا انذر نيوز الدراري غادي نهضروا على 3 جيمز هذه المره كول اوف ديوتي ليج اوف ليجند وببجي موبايل جيمين نيوز خلينا نحكي شويه اي سبور ونهضروا بالضبط على الاي سبور موبيل وبالضبط كاع اكثر في ببجي موبايل كيف ما كتعرفوا الدراري البيجست فاينل في كاع لي جو تقريبا كتكون هي الوورلد تشامبيونشيب ولكن باش توصل ليها كدوز من عده مراحل بزاف لي ستيج باش كتوصل لهداك الوورلد تشامبيونشيب كيف ما كتشوفوا في الهرم اول مرحله باش توصل للوورلد تشامبيونشيب تاع ببجي موبايل هي الكامبوس تشامبيونشيب واللي اي واحد يقدر يدخل لها حتى لي زاماتور موراها كتجي البي ام سي او والبرو ليغ وهاد جوج تاع المراحل كيف ما كتشوفوا مكتوبه عليهم كاونتري يعني كتخص كل بلد بوحدو ومن المور ما كيتاهلوا لي كلون ولا تيم من هاد جوج تاع المراحل كيدوزوا للريجيونال برو ليغ وكيف ما كتشوفوا كيف السميه ديالها كدل عليها هاد لا ليغ كتكون ريجيونال يعني كيتجمعوا بزاف د البلدان في بلاصه واحده من غير بعض الدول بحال مثلا ايجيبت والعراق اللي عندهم ليغ بوحدهم في هاد المرحله خصكم تعرفوا بلي ببجي موبايل ولا عندها من اكبر لي برايس بول اللي كاينين في ايسبور موبيل واللي هو 5 مليون تاع الدولار هيوج برايس بول اللي كيدل على التطور السريع ديال الايسبور موبيل نبقاو في فقره تاع الايسبور نهضروا على ليغ اوف ليجند نيوز وبالضبط لياسي اللي كيتلعب في الريجون تاع مينا كيف ما كتعرفوا الدراري غادي نحاولوا ندويو على اش واقع في لياسي في نورث افريكا كامله غادي نبداو باول باي اللي هو الجزائر كيف ما كتعرفوا اوفر مايندز كانت هي اول فرقه اللي غادي تاهل نيكست ستيب تاع لياسي وبواحد الجيم اللي سالاش 3-0 هنيئا للشعب الجزائري بهذا الفوز واخا بحال راسي مش باغي المهم فهمتوا اما بالنسبه لمصر فضروري اننا خصنا نتسناو الجراند فاينل باش نقدروا نعرفوا الجواب تاع هو قلنا ريبريزنت ايجيبشن كوميونيتي في النكست ستيب تاع لياسي جراند فاينل غادي تكون جامعه ما بين جوج فراقين اللي هما انوبيس جيمين وايرونيك كيو وغادي يكون لافونتاج تاع انوبيس جيمين بواحد لزيرو الفاينل غادي تلعب 7 سبتمبر 2020 4 بي اي جي ام تي بالنسبه لتونس الجراند فاينل ديالهم غادي تكون جامعه ما بين جوج فراقين ديفيل فونديتا وسيمبليسيتي جيمين وغادي تكون 8 سبتمبر 2020 4 بي ام جي ام تي نفس التوقيت بالنسبه للمغرب باقين في الفاينل تاع لوزر باكيت واللي جامع ما بين انيرو وفوكس جيمين تيم غادي تكون مع 7 بي ام 11 سبتمبر 2020 نخليكم مع واحد كلمه تاع عمر عراب كابيتان تاع تيم انيرو هلاو دراري معكم عمر عراب also known as Isoka ATC ديال لا تيم انيرو اليوم بغيت ندوي معكم على التورنوا ديال اي اس اي اللي كان بيغ اوبورتونيتي للتيم ديالنا باش نوريو الليفل ديالنا في لاسين لوكال واخا كان وقعوا لنا بزاف ديال المشاكل تكنيك وسوسيال ديورون التورنوا وتعمل الكوتش ديالنا كان دار لنا بلان اللي خلانا نستريساو مي مالغري سا وي كيبت فايتينغ حتى وصلنا للثوازيام بلاس افتر لي دو جيم ديال دي كي ار واوريجينالز اي سبورتس اللي بجوج بهم لعبوا مزيان ودابا وصلنا للجيم ديال فوكس جيمنج اللي واخا خسرنا ضدهم دو فوا اي هاف هاي هوبس that we can still win and get the second place and fight TBL for the first place and represent Morocco تورنوا ديال اي اس اي بالنسبه للTBL فكتسنى الرابحه تاع هاد الفينال تاع لوزر براكيت باش تلعب معاهم بواحد لافونتاج تاع 1-0 وغادي تكون 14 سبتمبر 2020 4 بي ام جي ام تي ازونو ندوزو دابا لفقره تريندينغ وموبايل ونبقاو في نفس الجو اللي هو ببجي موبايل خصكم تعرفوا بلي مؤخرا تبانات الجيم من انديا اللي عندهم هيوج كوميونيتي تاع ببجي موبايل عندهم بزاف الناس كيلعبوا داك الجيم الانديان غوفرمنت اعلن على انه غادي يمنع اكثر من 177 ابليكاسيون ولوجيسيال وكاملين عندهم قاسم مشترك واحد كاملين جايين من تشاينا سو بالنسبه لهذا البان السبب ماشي كيف ما اعتادينا عليه داكشي تاع كيولد العنف في المجتمع كيدير المشاكل عند الاطفال اللي صراحه بزاف ديال لي زيتود بزاف ديال الدراسات قالوا بلي هاد الهضره ما كايناش وما كاينينش ادله كافيه باش تقدروا نخرجوا خلاصه المهم هذا ماشي هو السوجي ديالنا دونك السبب ديال البان تاع هاد لي زابليكاسيون وهاد فيديو جيمز كاملين هو واحد الخلافات سياسيه ما بين الهند والصين بحال مثلا الباتل رويال ريل لايف اللي كانت غادي توقع في الهيمالايا ما بين الجنود ديال الصين وما بين الجنود ديال الهنود وماتوا بزاف ديال الناس دونك داكشي عنده واحد العمق سياسي عسكري ما عنده حتى شي علاقه بكل ما هو تكنولوجيك وفيديو جيمز وشكون اللي مشى الضحيه ديال هذا الخلاف السياسي بزاف الملايين ديال الجوار انجن اللي ماشي غيحبسوا اللعب ما غيحتاجوا دابا في بي ان حيت فهمتي كلشي تخريجات ولكن غادي ياثر عليهم هادشي بزاف لي كومبيتيسيون الا كان شي دوله محظوره فيها اللعبه راه ما يمكنش دير في بي ان وتلعب فيها سو ساد ببجي موبايل عنده واحد ايكونوميك موديل ديال فري جيمز
يعني بحال ليغ اوف ليجن بحال فورتنايت بحال بزاف تاع لي جو اللي معروفين بزاف وفري. بعض المرات كدا تسائل كيفاش هاد الناس كيدخلوا الفلوس وداكشي باين شويه كيدخل يا اما من لي زاشا ان جيم يعني داكشي كوزميتيك يعني لي سكين وداكشي ولا الايفنت ولا سبونسور الى غيرها من المداخل ولكن ماشي هادي النقطه اللي كنت باغي نجبد. وباش تبقى العلاقه مزيانه ما بين لي ديفلوبر والكوميونيتي خاص بزاف ديال لي زوبتات. هذاكشي علاش غتكونوا لاحظتوا سيرتينمون باللي ان لي جو فري تو بلاي اللي مشهورين بزاف كيديروا لي زوبديت بزاف كومباري لي جو اللي ماشي فري تو بلاي. على ديك الابديت خلينا نحكي على لاست وان تاع بابجي موبايل 1.0. هاد الابديت غادي تلونسا في 8 سبتمبر 2020 اي غدا، وفي لاشين اوفيسيال ديال بابجي موبايل قسموا الابديت على ثلاثه ديال النقاط كبيره. غادي تكون اول حاجه هي نيو تيك، ثاني حاجه نيو يوزر اكسبيرينس، وثالث واخر حاجه هي نيو اريا. في نيو تيك انونساو بلي غادي يكون واحد كاركتر امبروفمنت، اي الفيجوال كواليتي ديالهم غادي تولي حسن بزاف. غادي تابجريد حتى الان جيم جرافيكس، يعني داكشي ديال لا ماب الديكور سكوب اللي باي ذا واي سكوب غادي تولي انتراكتيف سكوب، يعني تقدر تحكم فيها بواحد الشكل اللي فريمون واعر بزاف كيف ما كتشوفوا دابا. غادي تقاد حتى اللايت، يعني غادي يقدر يبدا يبان لك الغوفلي الانعكاس تاع الضوء عليك انت ولا على الماء، والصراحه الانعكاس عليك بان لي بحال يقدر ينكشك في الايم ديالك. وغادي نلقاو حتى ان اللوبي غادي يولي انتراكتيف بزاف وسهل في الاستعمال، وغادي يولي ملتي سكرين سويتشر مود، يعني سوشيال ستور والجيم غادي يتفرقوا وغادي يولي كل واحد فيهم بوحدو وفيه مور ديتيلز. وبطبيعه الحال كيف ما كتشوفوا دابا كاين نيو ايرانجل الدراري لا ماب اللي غادي تبدل، وهذا الشيء كانت انونسا في 2 سبتمبر 2020. وفي الاخر تاع الفيديو انونساو باللي كاينين مور سربرايز اللي غادي يخليوكم تكتشفوهم 8 سبتمبر 2020. Let's talk دابا about some Call of Duty news. قبل ما ندخل لكم في صلب الموضوع خصني نشرح لكم شنو هو الدور تاع الانترتينمنت سوفتوير ريتين بورد اللي غادي نبداو نسميوها ISRB. ISRB هو واحد كلاسيفيكيشن سيستم يوزد باي يو اس وكندا اللي كيكلاسيو بيه لي جيم على حسب بزاف ديال العوامل، على حسب الخطوره ديالو، على حسب واش فيه دي مشاهد غور، واش فيه شي حاجه اللي كتخلع، وكيعطيوك لاج الملائم ديال الجيم. غتكونوا ضروري لاحظتوها في الكوفرتور ديال شي سي دي ولا في شي انترو ديال شي جيم ولا في شي تريلر ديال شي جيم، كتلقى واحد ريكتونغل صغير مكتوب فيه لاج بواحد اللون معين. بالنسبه للخضر راه داكشي صوف، كاين اللون الصفر داكشي شويه فيه شويه ديال داكشي يا يعني اما داكشي اباحي ولا شي حاجه اللي خايبه فيها الدم ولا شي توشه، وداكشي احمر كيكون جامع كلشي. بالنسبه لجابان فعندهم واحد لورغانيزاسيون اخرى اللي عندها نفس الدور اللي سميتها كمبيوتر انترتينمنت ريتين اورغانيزيشن. وبالنسبه لاوروب راه فيها واحد الحاجه اللي ضروره تكون ديجا سمعتوها، بيغي لافريك. لافريك الدراري انا على 10 سنين مشى الوالد جاب لي سيدي سيدك ريكتونغل في الاحمر، لعبت ريزيدنت ايفل ما نعسش واحد 3 ايام، بديت كنقول لهم في الفراش كيقول هذا مالو كيفاش، وكيصحابني راه بغيت سيدي خرج جاب لي واحد الجو اخر حتى هو فيه لعيبه حمراء، من باقي نعقل كاع لي جو اللي لعبت فيهم في صغري فيهم لعيبه حمراء. بالنسبه لافريك ما كايناش شي اورغانيزاسيون سبيسيال غير ديال لافريك كدير هاد اللعيبه، الحمد لله على كل شيء طلعنا رجال. anyway نرجعوا للموضوع ديالنا الاساسي اللي هو كارل اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وار. هاد الجو الصراحه دوك لي زورغانيزاسيون ولفوهم، ما كاين غير الحمر الدراري، ديما الجو كيكون فيه السكس، كيكون فيه الكول، كيكونوا فيه لي دروغ. وبالنسبه للجمهور الناشئ بالنسبه للدراري الصغار راه المشهد لا يلائم ذاك الجمهور، ولكن الا كنتي كبير الجو راه كيكون فريمون فان بزاف. وبعد بزاف ديال لي رومور بزاف ديال الاشاعات على الجيم تانونسات الجيم واللي غادي تخرج 19 نوفمبر 2020. نخليكم مع واحد التريلر الصغير ديالو. This war was a lie. Years of blood. Just to light the fuse of a secret war. Decades in the making. My fellow Americans, a nuclear conflict would well be mankind's last. We want to make this a more peaceful world. 5 days ago, we acquired intel. Soviet agent Perseus is in play. If he's active, something big is gonna happen. Something that could shift the balance of the Cold War. Let's go find this shithead. Tell me how should I
Is the threat real? Yes, sir, we believe it is. Give Mr. Adler whatever he wants. Do I feel? الجو غادي تباع بواحد الثمن تاع 79 دولار بالنسبه للفيرسون العاديه. اللي بغيتي تاخذ الفيرسون اللي غتكون كروس جين يعني تقدر تلعب فيها في لي فيرسون جداد تاع لي كونسول اكس بوكس سيريز اكس والبي اس 5 غادي تزيد واحد 10 دولار. وبالنسبه للديسپونيبيليتي ديال الجو غادي تكون متاحه في الاسواق ابارتير دو 13 نوفمبر 2020. شكرا بزاف الدراري على اللايك والكومنتس. الحمد لله ولينا كنوصلوا ل 200 جوج فاصلة خمسة كا داكشي مرتاحين في لي لايكس الكومنتس. ساهم الدراري والله الا كنشكركم بزاف. راه قلت لكم راه كنقرا كلشي. بقى لكم غير شويه في الشعر. تلقى يدك شويه في الشعر. ها كيتشي شعري بحال هكا طاك طاك كليك واحد سكون كاشي ستوري مزيان. انصحح لكم واحد المعلومه حيت انا كنت فاش قلت لكم ثلاثه ثواني مشيت بالبرانسيب انكم عندكم بيسي زعما ماشي عندكم بيسي كتفرجوا من البيسي ولاحظت في الجرافس ان الموبايل يوزر كيتفرجوا اكثر في النيوز. دونك راه انك تورك على لايك ولا تبارطاجي كتاخذ اقل من كاش التوان. شكرا الله يديم الصح. هذه دراسه صافي متاكد فيها 100%. انت ثلاثه ثواني بجوج لايك بارطاج صراحه بارطاجي الدراري. الدراسه كتقول 6 ثواني عشان درت شي بارطاج تعطيني 6 ثواني من وقتك. ثانك يو جايز شكرا. صافي كنبقى تخليني نكرينج. شكرا. كتخربق عليا اخويا انس. وهاد المراحل اللي كاينين في بابجي موبايل ببيع دائما في الجيم تاع بابجي موبايل اولا لا موبايل كومون هذا ريكورد جديد. عمق شويه ديب عمق شويه ديب شنو صرا اللعب ما نتاش باش كتبقى تامبروفيزي هي ما كتخرجش شي حاجه مزيانه ولا عام مزيانه والله الا مزيانه. الجيري الجزائر وهران مك يا مك ضرب شي او دي فون فون دي فون 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 فيف لو فون فيف لو فون.